تسأل أختنا سؤال آخر ليس ببعيد عن السؤال الأول. شيخ صالح، هل يأثم الإنسان الذي يستصعب الموت والذي يتمنى أن الله لم يخلق؟ وجهوني حول هذه القضية جزاكم الله خيرا. تمني أن الله لم يخلقه هذا لا يجوز، ولكن على المسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يقول: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، ويسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة وحسن الظن بالله عز وجل، لا يحمله سوء الظن والخوف إلى أن يتمنى أنه لم يخلق، ولكن يسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمغفرة ويحسن الظن بالله عز وجل. هذا هو المطلوب من المسلم. أما تمني أن الله لم يخلقه فهذا من مظاهر القنوط وسوء الظن بالله عز وجل. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا وحسن إليكم. الشق الثاني يتمنى أن الله لم يخلقه، وتفضلتم بالإجابة عنه. نعم. جزاكم الله خيرا وحسن إليكم.